كلامي وبقول لحضراتكم هدف مكي هيكون هو ركلة البداية وهيكون هو نقطة الانطلاق. يا دوب على طول في دقيقة واحدة بيرد باوله وبياخد ركلة جزاء، هي ركلة الجزاء رقم 91 مشاهدينا في بطولة الدوري الممتاز. وصل للكرة والتحم مع أبو جبل ولم يتردد محمد الحنفي في احتساب ركلة جزاء لمصلحة نادي الزمالك. ركلة جزاء لمصلحة نادي الزمالك والكرة بتتعاد وفيها التحام وركلة جزاء سليمة، لم يتردد الحكم الدولي محمد الحنفي ان هو يحتسبها. هنشوف، شايف مصطفى فتحي هو اللي هيتصدى لركلة الجزاء، وابتدى اللقاء ياخدنا في منعطف اخر. وحلمي منتظر ردة الفعل والتنفيذ الامثل من مصطفى فتحي، عنده هدف وحيد مصطفى والنهارده بيلعب لقاء رقم 7. هنشوف حوار على بعد 11 متر، مصطفى فتحي وابو جبل، هل يعود داخل مصطفى وعلى طول بيصد ولسه مره تانيه، ولكن ابو جبل